السلام عليكم. نضماش مجموعه الكورفاتشي اليوم واحد الوقفه سلميه باش نذوب هذا الوضع هذا اللي يعيشه الفريق. فاذا بينا تنتفاجئوا بانزال امني رهيب، ما عرفناش علاش، شنو الاسباب وشنو اللي خلى هذا الامن وهذا العدد الهائل ديال الامن يجي. تنتفاجئوا عاوتاني بمنع عدد كبير ديال الجمهور من انه يولج المركز الرياضي، وهذا حق مشروع ديالنا اننا نجيو ونحتجوا على هذا الشيء. فريق بهويه ومرجعيه كبيره كيعاني والمسؤولين ديالو ما فايقينش، ما عرفناهمش شنو بغاونا نديرو. لا نقدر نقولوا من هذا الشيء اللي شفناه اليوم هو ان الاداره تتحارب الجمهور وما باغاش الخير لهذ الفرقه هذه. حبا كنعاود نكرر في هذه النقطه، حبا في هذا الوطن الاحتجاجات غيبقاو سلميه، وحبا في هذا الوطن الاحتجاجات ما بغيناش نوصلوها حربيه. الله يرحم الوالدين، محد با عتقوا الروح ديال هذا الفريق. شوفوا هذا الجمهور، راه ما يمكنش هذا الجمهور جاي مع من الجوج في رمضان جاي لهذه الوقفه وما توقفوا وما تخرجوا لي حتى شي واحد من المسؤولين. راه عيب وعار، 10 سنين ديال القاره ومازال ما كتحسبونا، مازال كتلقاو الراي العام بان حنا شمكاره. راه عيب وعار، اكبر صوت سبورتيف في افريقيا ما غاديش يخرجوا منه 10 لعابه يشاركوا في بطولات وينافسوا في البطولات ويرجوا الفريق الاول العطاء ديالو. كيفاش عباد الله وربحنا ريال مدريد ليكيب دو سيكل ودابا مازال كنتعذبوا؟ كيفاش ربحنا اول كوب دافريك ومازال هنا كنتعذبوا؟ ولقاو الحل، كونوا رجال. والشفارة والإدارة والشفارة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.